شلونكم؟ شو اخباركم؟ انا حابه اتكلم في موضوع انا امس فكرت فيه طويلا طول الليل بعد ما شفت البارح عدد من المداخلات واللقاءات حق الفنان احمد بدير في تي في العربي واحدة القنوات المصرية و و و و و حسيت الريال متألم جدا، صوته، طبقة صوته، وريال كبير. يمكن انا موضوع خذيته مزحة وهو خذاه على شو اسمه محمل شخصي، فيعني انا امانة ما بي يتنازل عن اي قضية، انا بيك تكمل في القضايا، على القضية ارفع واحدة واثنين وعشرة وخمسين اوكي، بس انا عن نفسي لان اخاف يعني اخاف من الله، لان اخاف احنا عايشين في زمن وباء، اخاف لا سمح الله يعني لا طول العمر، بس اخاف ان يصير في شيء، ان يصير في شيء لا سمح الله ويروح من هالدنيا او انا اروح من هالدنيا جارحته قدام رب العالمين، اخاف يعني انه ما يكون محللني. هذا اهم من كل القضايا، قضية خلي يرفع بدال واحدة مليون، وأنا أقول لك أحمد بدير أرفع بدال القضية مليون ما عندي مشكلة، بس أنا أعتذر لك لأن أنا أمس سمعت صوتك وايد مضايق وايد متألم، ريال كبير تحت أي مبدأ وتحت أي طائلة وتحت أي قناعة، أنا أكيد أعتذر لك لأن رجوع إلى الحق فضيلة وهذا مو عيب. أنا خذيت الموضوع كدعابة، خصوصا أن بنتك شعرها كثيف بالنسبة لك أنت، فأنا خذيته، وخصوصا أن أنت تطلع في لقاءات كثيرة، مو في لقاءات، في مسرحيات كثيرة، وكنت تضحك على صلعتك وهذه الأشياء، ممكن أنت على حياتك الشخصية أنت ماخذ الموضوع بشكل مختلف، أنا أعتذر لك من أجل رب العالمين فقط لا أكثر ولا أقل. في النهاية أنا ما بحب من أجل رب العالمين فقط اوكي، ما ابي الله يحاسبني عليه، ان لا سمح الله يصير فيني شيء او يصير في شيء يعني ويكون قدام رب العالمين خصوم، فما له داعي. انا يعني خصوصا بعد سالفه بدر الماس ان الانسان يرحل وفي شخص هو جارحه، فما ابي انا هذا الشيء. الحمد لله انا والدتي الله يرحمها مربيتني اذا انا اخطات في حق انسان اي كابر، وانا ارجع واقولك اعتذر لك اوكي، وحقك علي اذا انا جرحتك، وكمل بالقضايا بدال القضية يعني ارفع 10 و15 و30 ليه ما انت تشبع اوكي، بس هذا قدام رب العالمين وانا قدام الناس رجوع الى الحق فضيلة، وانا اعتذر لا اكثر ولا اقل. هو خوفا من الله اللي هو فوقنا جميعا وأكبر من القضاء وأكبر من كل شيء في هذه الحياة، ليس خوفا ولا شيئا، واللي يبي أول الشيء أولى كيفه. وأنا أرجع وأقول عشان أثبت لك أنا ماني خايفة أرفع بدال القضية 10 و20 و30 و40 و50 و60 لما تستكفي ما عندي مشكلة أوكي، بس هذا هو السالفة. اللي ضايقني طبقة صوته البارح هو قاعد يتحكي، وكبر بعيني لما قال ان لا تسبونها، اللي يدخل يكتب عندها كومنت ما لحد يسبها، وفي النهاية هذه تبقى ست. فهذا امانة هذول النقطتين اللي ضايقوني البارح، ان يعني هو ما رضى علي، ثانيا ان شو اسمه ان كان صوته وايد مضايق، وانا ما بيجرح شخص ما جرحني، حتى لو كان من باب الدعابة وممثل كوميدي كان يعني أنا استغربت إنه هو ممثل كوميدي وكان على المسرح ودائما كان يضحك الناس على صلعته وهذا، وكان عنده حركات وموجود المقاطع وهذا، بس يعني الواحد مخافة في الله إنه يجرح بني آدم ما جرحه ما له ذنب، يعني أنا فعشان شيء أعتذر له بس لا أكثر ولا أقل، وإن شاء الله يكون رب العالمين كذي إنه يكون غفر لي.